想象的那种。كما لا يكاد تمر بتعرف الحدود دي لما تعرف لأول مرة أنا الفتح انقل كده ملف من الذاكره الداخليه اللي ذاكرت الكارت يتم فتحها بدون أي مشكلة دي الصورة اللي اتصورت يتعامل مع الكارت بدون أي مشكلة آخر حاجة ذكرت مهم ده كده نكمل التصوير ده كده الكارت 64 جيجا طبعا هنا بيجي بينزل 60 جيجا كل 4 جيجا بتكون التقسيمة الخاصة بالكارت 60 جيجا صافي مساحة تمام الموبايل شغال بدون أدنى مشاكل وسلس مفيهوش أي مشكلة تمت مراجعة الكارت بنجاح شكرا لمشاهدتكم